Hello everyone. انا النهارده هجرب ابلكيشن غريب قوي. هو في منه ابلكيشن وفي منه موقع. هو الابلكيشن ده عباره عن ان هو انا اختار شخصيه خياليه او شخصيه حقيقيه، وهو يفضل يسالني اسئله كتير، والمفروض ان هو في الاخر هيقوم قايل لي الشخصيه اللي كانت في دماغي دي، مهما كانت الشخصيه صعبه او الشخصيه خياليه جدا برضه هيعرف يجيبها. هم قالوا ان الابليكيشن دوت مشعوذ وغريب وبتاع وبيسرق داتا، فمش عارفه بصراحه. هو الكلام ده كله ثبت ان هو غلط، فان هو فعلا بيعرف لان هو عنده داتا كبيره اصلا من جوجل وكده. فانا هبتدي النهارده هجربه في كذا شخصيه، ماشي؟ يعني انا هختار مثلا، هختار سيرسي بتاع كام ثرونز، هختار جيرالد بتاع ذا ويتشر، هختار فيفو فانداتا، اختار مثلا في الحاجات العربي مثلا اختار عبد الغفور البرعي، اختار يوتيوبر احمد حسن وزينب، اختار مثلا اختار ايه او اختار مثلا من الدببة الثلاثة، اختار مثلا شخصية قطبي، هختار بقى اخر حاجة هختار من بابجي، هختار سارة. عارفين شخصية سارة الجديدة؟ فانا هجرب. يلا تحداني سوف اقرأ افكارك. هبتدي بسيرسي. أحيانا انطلق. هل الشخصية أنثى؟ نعم. كوري؟ لا. شخصية بك؟ لا. يوتيوبر؟ لا. حقيقية؟ لا هي مش حقيقية. أسود؟ لا. هل الشخصية طالب مدرسة؟ لا. هي أميرة؟ ممكن تبقى أميرة. أصفر اللون؟ خادمة؟ لا. هل لدى الشخصية أخت؟ سيرسي ما كانش عندها أخت. لا. محبوسة في برج؟ لا. أميرات ديزني؟ لا. مقاتلة؟ لا. ليها مسلسل كرتوني باسمها؟ لا. هل والد الشخصية متوفي؟ هو توفى بعد كده فهقول مثلا نعم. سبيستون؟ لا. أنمي؟ لا. كرتونية؟ لا. هل الشخصية مرتبطة بالتنانين؟ طيب هي كانت بتحاول تقتل Mother Dragons، فمش عارفة بصراحة مرتبطة بالتنانين ولا لأ. هقول لأ. مسلسل تلفزيوني؟ الشخصية من مسلسل تلفزيوني. ظهرت في Game of Thrones ولا لأ؟ ظهرت في Game of Thrones. هل الشخصية ابن؟ الشخصية ابن. جابها لي. أنا مش عارفة ازاي بيعرف. قال لي ان انتي بتفكري بالملكة سيرسي بتاعت Game of Thrones، رايا لاروش. ما يعني طيب مش عارفة ايه ده. لا مش عايزة. يلا هبتدي الشخصية التانية اللي انا قلت عنها اللي هي جيرالت بتاع ذا ويتشر. تمام، فيلا نبتدي. ايه ده، انا مش فاهمة. لا اطلع من الكلام ده كله. سيف؟ ما فيش ولا سيف. طيب هل الشخصية امرأة؟ جيرل. تمام، فهو لا. أصول أمريكية؟ هو أنا معرفش، بس أنا أقول عن الممثل ذات نفسه مثلا. نعم. عضلات مفتولة؟ أصلع؟ لا. مجال مرتبط بالمصارعة؟ هي دي مش مصارعة. فاتس نوت. أبطال خارقون؟ هو الابطال الخارقون اللي هما باتمان والناس دي. فلا. هل الشخصية تظهر في الافلام اكتر من المسلسلات؟ لا. تحترف الغناء؟ لا. تمثيل؟ الشخص اسلحة نارية؟ لا هي ما بيستخدمش اسلحة نارية. بيعيش مع فامبايرز؟ بصراحة ما اعرفش. فانا اقول من الممكن. تتغذى على الكائنات البشرية؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ ماشي. نعم. بتقاتل بالسيف؟ Game of Thrones؟ لا. بتحارب الوحوش؟ جيرالت بيحارب الوحوش. شعر رأس أبيض اللون؟ طبعا طالما قال لي أبيض اللون يبقى هو كده عارف. وش ألعاب الإلكترونية؟ أنا مش عارفة البرنامج ده ماله. بيحاربوا مصاصين الدماء؟ يعني أنا أقول بقى مش عارف. شعر رأس أسود؟ لا. انت في ايه؟ في علامة أو خدشة على خدها؟ أعتقد
اه عارف، مش عارفة بصراحة، انا مش عارفة يعني انا هبتدي اصدق الابليكيشن ده. طيب طيب هخش على فاكس لفيفور فانديتا ولا ايه؟ لا لا، يلا نعمله فيفور فانديتا. هل انثى؟ لا هو مش انثى. حقيقية؟ اه بصراحة ما اعرفش، او ممكن نعم يعني. يوتيوبر؟ لا. متزوج؟ لا. ذات شهرة؟ اه. سعودية؟ لا. راب؟ لا. كوريا؟ لا. كرة قدم؟ لا. بيغني؟ لا. اوكي لا. بيمثل؟ امريكا؟ اصلا لا. كان لابس باروكة؟ فوق الـ40؟ I don't know، انا لا اعلم. ابطال خارقون؟ لا. شريرة؟ لا. كوميديا؟ لا. اسلحة نارية في القتال؟ اه كان معايا تقريبا مسدس. زومبي؟ لا. اسمها كعنوان للفيلم اعتقد يعني، مش هو كان اسمه كده؟ هل تشبه الشخصية جون ويك؟ والله يعني لا مش عارف. عضلاتها؟ لا. قبعة رأس؟ هو بيبقى لابس قبعة ولا باروكة بس؟ نعم تمام. شرطي أو محقق؟ هو كان شرطي ولا محقق ولا كان بيحقق؟ هو كان بيحقق العدالة بصراحة، فأنا معرفش بصراحة. زعيم عصابة؟ ماشي. لا. بحار أو قرصان؟ لا. ركوب الخيل؟ لا. تضع قناع على الوجه؟ اه نعم. هيعرفها ولا لا؟ انت تفكر في شخصية نادرة. طيب يلا نشوف. اوبي عرفها، مع ان الاسئلة كلها اللي كان بيسألها لي كان بيدل ان هو مش عارف، وفي الاخر طلع عارف. طيب هبتدي بقى اخش على الشخصيات العربية. ماشي، هبتدي عند عبد الغفور البرعي، هنشوف بقى هيعرفوه ولا لا. ذكر؟ نعم. متزوجة؟ نعم. أصل عراقي؟ لا. application تقيل. شخصية عربية؟ نعم. تظهر على التلفزيون؟ نعم. أصول مصرية؟ نعم. فوق سن 50؟ نعم. متوفية؟ اه للأسف. هل حكمت؟ لا. هل تحترف التمثيل الكوميدي؟ هو عبد الغفور برق؟ اه يعني يعتبر. هل أعطت الشخصية اسمها كعنوان لفيلم؟ لا. هو كان اسمه لن أعيش في جلباب أبي. هل مثلت شخصية في مسرحية مدرسة المشاغبين؟ لا. متوفاة من 20 سنة؟ لا. هل أحد أبناء الشخصية مشهور؟ اه بنته اسمها مش فاكر اسمها ايه بتمثل. هل الشخصية لديها بنات فقط؟ لا هو كان عنده ابن. الساحر؟ لا. دور الأعمى؟ لا. بطل أفلامه؟ اه. متوفاه؟ اه. سألتوني السؤال ده كذا مرة. أبناء أو بنات يعملون بالتمثيل؟ نعم. بنته دي بتعمل بالتمثيل، مش فاكرة اسمها، مي باين، مي أو سمينة الجسم؟ لأ. مكانش تخين. سوداء؟ لأ. متزوج من ممثلة؟ نعم. ابنة؟ اه نعم. عارفها ولا ايه؟ طيب
هل اسم الشخصية يرمز لشيء في السماء؟ نور. عرفها عرفها خلاص، وش عرفها خلاص، معرفش ايش عرفني يعني. هل ده الشخصية حمام سباحة يعني؟ ايش عرفني، من الممكن يعني. ايش عرفني. يلا عشان انتوا عرفتوا خلاص يعني. طيب انا ما توقعتهوش، لان هو سألني مليون سؤال، انا ما توقعتش خالص ان هو يعرف. طيب لحد دلوقتي 4-0، انت جايب الاربعة كلهم. تمام، تعالوا بقى هنشوف شخصيات عادية زي احمد حسن وزينب كده. تمام، هعمل على احمد حسن ولا اعمل على زينب؟ هقول احمد حسن. تمام، يبقى لا مش انثى. يوتيوبر؟ عراقي؟ لا. سمين؟ لا. سود؟ لا. سوري؟ لا. العاب؟ لا. اصول سعودية؟ لا. مصر؟ طيب هو متزوج؟ بنات فقط؟ لا. 50؟ لا. ارجع حمام سباحة. لسه جايبينه، مش عرفني يعني، من الممكن يعني. هل تعمل سوق الشخصية بنفس المهنة؟ نعم. هل الشخصية امرأة؟ يعني انا بنتكلم على راجل يعني، ايش عرفني. هل لدى الشخصية اخت؟ هو من الممكن. تلفزيون؟ لا. هل تصبغ الشخصية شعرها؟ والله ممكن يعني. ملابس نسائية؟ لا. شعر أصفر اللون؟ تعرفني. هل تعيش الحيوانات مع الشخصية؟ انا اسمع انهم لسه جايبين. هل اعتادت الشخصية تكذب على متابعيها؟ طبعا، اي يوتيوبر لازم يكذب على متابعيه. شخصية نادرة. ايه يا جماعة، بطلوا قرف. قم بشراء جرعة. طيب هنشوف فيديو هيقول لنا ايه الشخصية النادرة. محمد حسن حسين اخو احمد حسن. طب هو ازاي يجيب لي حد مش معروف تماما، وانا اصلا عايزه المعروف يعني؟ يعني ايه ابلكيشن اتجنن؟ لا مش احمد حسن. ايش عرفني؟ ايش عرفني. انا هطلع يعني، انا مش شايفه بصراحه التفاهه اللي هما حصل دلوقتي دي. طيب فاكس بقى لدبابة 13 زائد. انا هعمل شخصية متأكدة ان اللعبة مش هتعرف. هي شخصية سارة من شخصية ببجي، من لعبة ببجي. تمام، ملابس نسائية؟ متزوجة؟ ما اعرفش طبعا الكلام ده. لا مش يوتيوبر اصلا. لا. شخصية حقيقية؟ لا. مقاتلة؟ الانمي؟ لا. فورتنايت؟ لا. لا. لعبة ببجي؟ هل الشخصية امرأة؟ تحكم بالشخصية عن طريق الجوال؟ صح، ابليكيشن فعلا سحري، فعلا سحري. طيب انا ما بقيتش دلوقتي اتصدم خلاص، انا اتعودت على الصدمات. دلوقتي بقى انا هعمل اخر شخصية هعملها، هو ان انا هعمل على شخصية المارد ذات نفسه. المارد ده تمام، شخصية حقيقية؟ لا، هي it's not real. ببجي؟ لا. ذكر؟ لا. مقاتلة؟ لا. طب هو عارف منين؟ مريض أو جني؟ عارف منين؟ طيب نعم.
رجل اعمال غني ايش عرفني. نظارات لا طبعا زي ما انتم شايفين. قصة حب لا واو انا خلاص ما بقتش اصدم، انا ما بقتش اصدم، وفعلا الابليكيشن ده غلبني فعلا خلاص. هو بقى الابليكيشن ده يا اما مش عاوز، لا اما سحري، لا اما يعني مش عارف. شاركوني رأيكم في الكومنتس بس. وده فيديو النهاردة وانا مصدومة وخلاص. تمام يلا سي يا، متنسوش تعملوا لايك للفيديو. باي باي.